بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. محاضرتنا طبعا لهذا اليوم راح تكون عنوانها الإيجاز. راح ناخذ تقريبا حقيقة ثلاث مواضيع. الموضوع الأول الإيجاز والإطناب والمساواة، هي المواضيع المتبقية لنا خلال هذا العام، الإيجاز والإطناب والمساواة. طبعا راح يتخللها أمثلة من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الشريف ومن الشعر العربي أو النثر العربي. راح نتناول في هذه المحاضرة موضوع الإيجاز، وراح نقسم الإيجاز إلى قسمين، اللي هو إيجاز القصر أو القصر وإيجاز الحذف. أولا نبدأ بتعريف الإيجاز لغة. كيف عرف علماء اللغة الإيجاز لغة؟ نقول أوجز يوجز إيجازا، بمعنى قصر أو قلل. الإيجاز هو التقليل أو التقصير. يقال خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل، هذا هو الإيجاز. الإيجاز في رأي، راح ناخذ في رأي الجاحظ أبو عثمان الجاحظ، متوفى سنة 255 للهجرة، والإيجاز في رأي أبو هلال العسكري، والإيجاز في رأي ابن رشيق القيرواني. ما الإيجاز الآن في رأي الجاحظ؟ ماذا يقول؟ نعم تفضلي. معان كثيرة بألفاظ قليلة، الجمع لمعان كثيرة بألفاظ قليلة، هذا في رأي الجاحظ. ولا يمكن، يعني ما يمكن من شروط الإيجاز، من شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز، من شروط الفصاحة والبلاغة الإيجاز. عندما يأتي أبو هلال العسكري، لاحظوا التعريف نصا، أبو هلال يقول قصور البلاغة على الحقيقة. ما معنى قصور البلاغة على الحقيقة؟ تعرفون أولا ما معنى البلاغة؟ ما عرفنا البلاغة مسبقا، قلنا بلغ الشيء لغة، بلغ الشيء وصل إليه، البلاغة. والبلاغة إيصال المعنى إلى القلب بشون، إيصال المعنى إلى القلب بأحسن الألفاظ، هذه البلاغة، إيصال المعنى إلى القلب بأحسن الألفاظ. طيب ما معنى قصور البلاغة على الحقيقة؟ الحقيقة هي دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى. يعني مثلا عندما أقول لا خالق إلا الله، هذه حقيقة، لا يخلق المخلوق غير الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة. ولهذا قصور، قال قصور البلاغة على الحقيقة. وما تجاوز مقدار الحاجة فهو فضل، أو يعد من الفضلة. والفضلة هي شنو؟ هي الزائدة، الشيء الزائد نقول عليه فضلة. داخل في باب، لاحظ، فهو فضل داخل في باب الهذر والخطل. الهذر هو الباطل من الكلام، والخطل هو الكلام المضطرب أو الفاسد، نقول هذا كلام خطل، يعني كلام فاسد أو مضطرب. نكمل التعريف لأبي هلال، يقول وهما من أعظم أدواء الكلام. أدواء يعني آفات، يعني الكلام الذي يحوي على الهذر والخطل فهو من آفات الكلام. ثم يقول وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة. أقول هذا شخص بليد، شنو يعني شخص بليد؟ يعني ضعيف الذكاء، ضعيف الذكاء. ولهذا يقول فهما دلالة، يعني الكلام الذي يحتوي على الهذر والخطل فهما يعني دلالة على بلادة صاحب الصناعة. هذا في تعريف أبي هلال العسكري. أما ابن رشيق القيرواني فيقول الإيجاز هو يعني تقريبا مشابه إلى تعريف أبي عثمان الجاحظ بأقل ما يمكن من الحروف. ما كان يعني هناك بعض اللي يحسن فيها الإيجاز والبعض الآخر لا يحسن الإيجاز فيها، يعني الإسهاب أو الإطناب أو يدخل ضمن ما يسمى بالإطالة، يعني المكاتبات والأشعار هو ما يحسن فيها الإيجاز،
الأشعار والمكاتبات. أما الخطب أو الكتب فيجب أن تكون فيها نوع من الإسهاب، فيها نوع من الإطناب، فيها نوع من الإطالة. طيب، إذن هسه الآن عرفنا رأي الجاحظ ورأي أبي هلال العسكري وابن رشيق القيراني في تعريف الإيجاز. بعد ذلك يقول الإيجاز لغة، إننا نعرف الإيجاز لغة، لاحظ، هو وجز قل في بلاغة وأوجزه بمعنى اختصره، هاي لغة. والإيجاز اصطلاحا هو اندراج المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. زين، الآن الإيجاز عند البلاغيين نوعان، إيجاز القصر وإيجاز الحذف. الإيجاز القصر هو التعريف السابق اللي قلنا هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني، ويعني قد تكون الألفاظ مكثفة كثيرة لكن بمعان قليلة. يعني مثلا في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بكسر القاف وليس بفتحها، العامة تقرأ القصاص وهي بالحقيقة القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لاحظ كلمة قصاص حياة تعطي معان كثيرة، يعني هذه على الرغم من أن الألفاظ قليلة لكنه معانيها كثيرة. يعني تعريف القصاص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، نقول النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن، هكذا هو القصاص. فإذن القصاص حياة، يعني لا يمكن التعبير عنه إلا بألفاظ كثيرة. وهناك أيضا يعني مثلا على سبيل المثال في قوله، في قول الرسول محمد صلى الله عليه وآله النظافة من الإيمان، باستطاعتنا أن نكتب الآن صفحات كثيرة عن هذا الموضوع، بينما هو تتكون من ثلاثة كلمات، النظافة ومن والإيمان. أو مثلا نقول الدين المعاملة، لاحظ هذه ألفاظ ألفاظ قليلة لكن معانيها كثيرة. أو مثلا في قوله صلى الله عليه وآله إن من البيان لسحرا ومن الشعر لحكمة، لاحظ هذه تقدر تتكلم عن البيان، والبيان هو القول، أما التبيين هو فن القول. كتاب البيان والتبيين للجاحظ، يعني البيان يتحدث تقريبا في أربعة أجزاء عن القول وفن القول، البيان والتبيين. ومنه في كلام العرب أيضا الإيجاز الإعرابي، عندما كان يسوق مالا كثيرا فقيل له لمن هذا المال، لاحظ الإجابة الآن، يقول فقال لله في يده، لله العفو، لله في يدي، هذه إجابة موجزة، لله في يدي، يعني كل ما يملكه الإنسان من مال، من أراض، من سيارات إلى آخره، كله هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المال لله لكن في يدي، هذا تعبير موجز. أيضا قيل مثلا الصدق سيد الفضائل، هذا تعبير موجز يتكلم عن الصدق، الآن نقدر نؤلف كتابا عن الصدق من خلال هذه العبارة القصيرة الموجزة. أيضا قيل سيد القوم خادمهم أو صغير القوم خادمهم، أيضا تقدر تؤلف كتابا يعني بمئة صفحة عن هذا الموضوع. هذا كله يعود إلى إيجاز القصر أو القصر. هل هناك من سؤال قبل أن أنتقل إلى إيجاز الحذف؟ أكو سؤال؟ طيب، إيجاز الحذف، إيجاز الحذف انقسم إلى ثلاثة أقسام. أما المحذوف قد يكون حرف، أن يكون المحذوف حرفا أو كلمة أو جملة، وسنتناول هذه الأنواع الثلاثة من خلال الأمثلة. حذف الحرف مثلا عندنا حذف النون، حذف النون في قوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، خلي خط تحت يكو، هذه يكو هي أصلها شنو؟ لو نرجع إلى الفعل المضارع هي يكون، يكون. لو نسبق هذا الفعل المضارع يكون بأداة جزم
بأداة جزم اللي هو لم مثلا، شو تصير الجملة؟ لم يكن، لم يكن أي لم أداة جزم ونفي وقلب. لما تدخل على الفعل المضارع تجزم الفعل، تجزم الفعل المضارع لم يكن. لكن هنا في هذه، في هذه الآية فإن يتوبوا يكو، حذف النون، حذف النون. هنا النون المحذوفة هي الحقيقة للتخفيف، حذفت للتخفيف. إذن هذا أول نوع من أنواع الحذف اللي يكون في حرف واحد، اللي هو النون في قوله تعالى في سورة التوبة فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وفي قوله تعالى في سورة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الآن وين الحرف المحذوف؟ لا، يعني قالوا تالله لا تفتأ، قالوا تالله لا تفتأ، فحذف كلمة لا، هو حرف واحد. أيضا في قول الشاعر فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أيضا حذف لا، يعني المفروض أن يقول فقلت يمين الله لا أبرح، لا أبرح، حذفت لا. هذا إذن إيجاز الحذف في حرف. الآن نأخذ إيجاز الحذف في كلمة، إيجاز الحذف في كلمة. حذف الفعل، حذف الفعل مثلا في قولنا الحق، لاحظ في قولنا الحق، يعني الآن نتساءل ما الذي نصب كلمة الحق؟ الحق شنو محلها من الإعراب؟ نعم محلها من الإعراب الحق، منصوبة، نعم مفعول به لفعل محذوف تقديره إلزم، إلزم الحق. فهنا الحذف عندنا كلمة واحدة هي كلمة إلزم، فإلزم فعل أمر، طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والحق راح تكون مفعول به. قد يحذف الفاعل أيضا، لما أقول مثلا لمن يعني شخص اللي يحسن إليك تقول على سبيل المثال كثر فضلك، كثر فضلك، شنو المحذوف هنا؟ لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى، تقول يعني بمعنى كثر الله فضلك، كثر الله فضلك، إذن المحذوف هو الله. أيضا قد يحذف، احنا عرفنا هسه إذن نحذف الفعل أو نحذف الفاعل، وقد يحذف المفعول به. مثلا في قولنا والله يدعو إلى الخير، والله يدعو، الحذف المفعول به اللي هو كل، والله يدعو كل إنسان إلى الخير، والله يدعو كل إنسان إلى الخير. حذف المضاف في قولنا، في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير، القرية لا تسأل، صحيح القرية لا تسأل، لكنه المحذوف هو أهل، واسأل أهل القرية. طبعا عندما نأتي بالمحذوف القرية اللي كان محلها مفعول به راح تصير مضاف إليه، واسأل أهل القرية، هي كانت تسأل القرية التي، واضح؟ إذن هنا المحذوف هو المضاف. قد يحذف المضاف إليه، قد يحذف المضاف إليه في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، بعشر شنو؟ بعشر ليال، فالحذف بعشر مضاف وليال هي المحذوفة اللي هي المضاف إليه، فإذا الحذف المضاف إليه. قد يحذف الموصوف، قد يحذف الموصوف في قوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة، إذن انحذفت كلمة آية، وآية جاءت هنا موصوفة والمبصرة هي الصفة. يعني مثلا نقول في قولنا شاهدت الجميلات، شاهدت الجميلات في الحديقة، شنو المحذوف؟ الموصوف، شاهدت النساء، شاهدت النساء الجميلات في الحديقة. طيب ليش قلت شاهدت
الجميلات، ما قلت شاهدت الجميلات، ومفعول به هنا هو شاهدت الجميلات، ليش منصوب بالكسرة؟ ما السبب؟ نعم نعم، جمع مؤنث سالم، جمع المؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. أقول جاءت الفاطمات، رأيت الفاطمات وسلمت على الفاطمات. حذف الصفة، عرفنا حذف الموصوف، الآن حذف الصفة في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء كثيرات. حذف كلمة كثيرات، يعني حذف الصفة. أيضا قد يحذف فعل الشرط، الآن لاحظوا المحذوف، الفعل، الفاعل، المفعول به، المضاف، المضاف إليه، الموصوف، الصفة. الآن وصلنا إلى فعل الشرط، نقول ادرس في الامتحان، لاحظ ادرس في الامتحان وإلا تفشل، وين المحذوف؟ وإلا تدرس تفشل، إذن حذف فعل الشرط وإلا تدرس تفشل. الحذف أيضا قد يكون جواب الشرط، في قولنا مثلا الرجل محبوب إن تمسك بالاستقامة، الرجل محبوب إن تمسك، هذا فعل الشرط، جواب الشرط وينه؟ شنو نقدره؟ كيف نقدره؟ الرجل محبوب إن تمسك، تمسك بالاستقامة، فهو محذوف تقديره تمسك. حذف القسم، قد يحذف القسم، يعني في قولنا لأفعلن الخير، لأفعلن الخير، وين المحذوف؟ والله، لفظ الجلالة، والله لأفعلن الخير، طبعا واو واو القسم، واللي يأتي بعد واو القسم يكون مجرور، يعني أيضا كما في قوله تعالى والنازعات غرقا، لاحظ عندما يحذف جواب القسم والنازعات بكسر التاء، والنازعات غرقا، والناشطات نشطة، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، يعني لتحشرن، اللي انحذف هنا هو لتحشرن، هو حذف جواب القسم، والواو هذا واو القسم اللي يأتي بعده يكون مجرور، ولهذا نقول والشمس وضحاها، مو الشمس، والشمس وضحاها، والعصر، لاحظ واو القسم اللي يجي بعدها مجرور، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، مو الفجر، والفجر، لأن هذا الواو واو القسم اللي يجي بعد، مثل والسابحات والنازعات والناشطات إلى آخره. لاحظ أيضا حذف الجملة، حذف الجملة، أقول قال المعلم للتلميذ اكتب، فكانت كتابة، يعني فكانت الكتابة كتابة، خبر كان، جميلة صفة. لاحظ الجملة المحذوفة فكتب التلميذ، وهذه جملة، يعني الآن نرجع إلى، لاحظ الصياغة شو راح تكون، أقول قال المعلم للتلميذ فكتب التلميذ، جملة كاملة، كتب فعل والتلميذ فاعل، ثم بعد ذلك فكانت الكتابة كتابة جميلة. حذف أكثر من جملة، يعني ما يحذف لنا جملة واحدة، قد يحذف أكثر من جملة واحدة. لاحظ في هذا المثال، اتفق خالد ومحمد وزيد أو عمر على السفر إلى بغداد وعادوا منه في غاية البهجة، لاحظ الجملة المحذوفة هنا، يعني أصلها فسافروا وقضوا مدة طويلة وابتهجوا واستمتعوا في سفرهم، صارت أكثر من جملة، احنا نقدرها، يعني من سياق الكلام يمكن أن نقدر هذه الجملة المحذوفة. إذن تلخيصا لقول الإيجاز، الإيجاز هو جمع المعاني الكثيرة تحت الألفاظ القليلة لكن مع البيان والفصاحة، مع البيان والفصاحة، يعني قد يأتي على صيغة سؤال أقول لك عرف الإيجاز لغة واصطلاحا، وما الفرق بين إيجاز القصر وإيجاز الحذف،
أو قد يجيك إجازة القصر وحده، أو أقول لك تكلم عن إجازة الحذف مع الأمثلة. لاحظوا الآن إيش قد عندنا صار إجازة حذف، يعني من الكلمة من الحرف ثم إلى الكلمة ثم إلى الجملة ثم إلى أكثر من جملة، وهكذا من خلال هذه الأمثلة القرآنية والأمثلة اللي إحنا أسقنا كثير من الأمثلة العامة، يعني إحنا جبنا الأمثلة للإيضاح. هل من سؤال؟ منو عنده سؤال الآن؟ منو عنده سؤال؟ ماكو سؤال؟ واضح الموضوع؟ واضح. الدرس القادم راح يكون عندنا موضوع الإطناب، فقط الإطناب، من صفحة 64، يعني صفحة خلي ناخذ إلى موضوع التعظيم، باء التعظيم في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، وبعدها حتى نكمل من التعظيم إلى المساواة، يعني إلى نهاية المساواة، إلى تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء، تقسيم الكلام في محاضرتين إن شاء الله تعالى.